كم متابعي قناة شيوة صفاء، اليوم إن شاء الله جبت لكم عمل طريقة طهي الكاشير في المنزل. طريقة سهلة وكتجي لذيذة وكما كتعرفوا صحية، يعني كديريها في الدار بيديك لولادك حسن ما كتشري لهم فيه مواد حافظة. وفيه نتمنى يعجبكم هذا الفيديو. في هذا الكاشير غادي نحتاجو 5 ديال المعالق نتاع السميدة، السميدة اللي كديروا بها الحرشة اللي شوية ما مغليضة ما رقيقة، 3 ديال البيضات يكونوا كبار، 5 ديال المعالق نتاع الرز اللي مسلوق ومصفي، نصف كأس نتاع العنبة نتاع الزيت، ملعقة صغيرة نتاع الفلفل الأحمر، ملعقة صغيرة نتاع الكمون، الملح كيبقى حسب الذوق، إلا بغيتو ديروا البزار ديروا لي البزار، ملعقة كبيرة نتاع القزبر، إلا عندكم القزبر المجفف يكون أحسن، نصف ملعقة صغيرة نتاع الطماطم المصبرة، زيتون حسب الرغبة. عندي هنايا غير شويه نتاع صدر الدجاج، كتحيدوهم الدجاج ديالكم ولا المهم ماشي بزاف، غير باش يعطينا واحد المذاق زوين. اما طحنوه اما تقطعوه هكا صغيور حيت كلشي غادي ينطحن. كما قلت لكم كتحيدوهم الدجاج ديالكم يلاه يلاه واحد الربع. عندي هنا جوج سنان نتاع الثوم محكوكين، الا عندكم الثوم المجفف يكون احسن. عندي هنايا زوج مربعات نتاع الجبن، نتوما تقدروا تعوضوه الا ما كانش موجود تعوضوه بقطع المثلث، الجبن المثلث واحد 3 نتاع القطع. هادو هما المقادير نتاع الكاشير اللي غادي نستعمل نوجدو اليوم. الان نمروا للكيفيه. هنايا غادي نستعمل هذا خاص بالكاشير، كيتباع في الاسواق، الثمن ديالو رخيص تقريبا 5 دراهم حتى 6 دراهم، يعني كيسهل علينا العمليه. اللي ما كان اللي توفرش عندها هذا كتاخذ بابي سيلفاغيزي كتفرشو كتكب فيه الخليط وكتسده من الجوانب وكتولي كديريه في بابي الومنيوم وكتولي كتسده. هنايا انا غادي ندير هذه العمليه، غادي نديرها في الكوكوت اللي بغات بالالومنيوم، اما كتفوره يا اما كديره في الفران، كديره في الصينيه وكتدخله للفرن تقريبا 30 دقيقه، كتخرجه كتولي تحيد له الالومنيوم وكديره يتحمر. هادو هما الطرق اللي معروفين، انا غادي نديره هنايا. نمروا للكيفيه. حاجه نديروها غادي ناخذ مولينكس وغادي نديرو البيض، قلنا 3 نتاع البيضات، نزيدو الارز قلنا 5 ديال المعالق كبار، نزيدو الدجاج اللي قلنا كميه صغيره فقط، نضيفو التوابل، نضيفو كذلك السميد، الطماطم المصبرة والمعدن والقزبر عفوا، تقدروا ديروا حتى المعدنوس يجي زوين، نضيفو الثوم، نصف كأس نتاع الزيت، نضيف كذلك قطع نتاع الجبن، بهذا الشكل صافي. هنا درنا المقادير كلها، خلينا غير الزيتون خليوه هو الاخير. هنا عندي شويه كما كتشوفوا فتيته نتاع الملون الغذائي احمر، انا اللي ما بغاش يضيفه ما يضيفاش، كيعجبني يعطيه شويه داك اللون يعني اللي معودين ناكلوه في الكاشير. ندير غير شويه صافي بهذا القدر، وغادي نطحن هاد المكونات مزيان مزيان مع بعضياتهم، كلشي مزيان حتى يتجانس الخليط. شوفوا انا طحنت الخليط ديالي بهذا الشكل، ضروري يكون البيض ديالنا كبير، الا كان صغير ديروا 4 ديال البيضات باش يكون عندكم بهذا القوام كما كتشوفوا. غادي نخويه الان في الاناء اللي نتاع الخاص بالكاشير، عمرته كما كتشوفوا بهذا الشكل، غادي نبلع عليه. خطوه غادي ندير الزيتون وغادي ندخله كاع مع الكاشير اللي درنا بهذه الطريقه،
الكاشا ديالنا كنحطوه هكا في الكوكوت فيها الماء وكنبلعوا عليه تقريبا 20 دقيقة صافي وكنحلو. غادي يكون الكاشر ديالنا واجد. انا الان غادي نديرو يطيب باش نوريكم النتيجه النهائيه. واش الشكل تاع الكاشر ديالنا ملي وجد كما كتشوفوا كيجي لذيذ بزاف، خاصه في المذاق كيجي رائع كما كتشوفوا. اوا شاد فروحو، نعطيت له الطياب 25 دقيقه، حليت عليه خليته حتى برد شويه، حيدته من المول ديالو كيتحيد بسهوله. والان غادي نقطعه كما كتشوفوا. ها هو الشكل ديال الكاشر ديالي من الداخل، كيجي لذيذ بزاف. ديروه لوليداتكم في الساندويتش، وحنا الوليدات ديالنا يعجبهم هاد الحوايج نتاع مقبلات. ديروا الساندويتش حسن ياكلوا الماكله نتاع الدار، كتعرفي شنو ديري فيها، ماكله نتاع الزنقه كما كتعرفوا مليء بالمواد الحافظه. نتمنى يعجبكم هاد الفيديو، ما تنساوش تجربوه وتردوا عليا في التعليقات. الا عجبكم الفيديو ديروا جيم، وما تنساوش الاشتراك في القناه للمزيد من الفيديوهات. بالصحه والراحه والى اللقاء.